مساء الخير مشاهدينا مشاهدي قناة الحياة وفقرة جديدة ومتميزة جدا من برنامجكم برنامج طيب الحياة. الحقيقة احنا كشعوب مصرية وشعوب عربية بنحب الأكل أكيلة، ولذلك السمنة من الأمراض الأكثر شيوعا. بمجرد ما بتحصل السمنة بنبتدي الممارسات الخطأ والأنظمة الغذائية والأدوية، ده غير تأثير السمنة على الجهاز الهضمي والكبد. النهاردة جايب لكم طفرة في علاج السمنة مع طبيب مصري واول طبيب مصري يجري هذا الاجراء يا رنا. اكيد طبعا يا احمد، علشان كده احنا النهارده فقرتنا مهمه جدا، وخلينا نقول ناكد على كلمه مهمه دي علشان هنتكلم فيها عن اهم المشاكل الصحيه اللي بيعاني منها المصريين، وهي امراض ومشاكل الجهاز الهضمي والكبد. هنتكلم زي احمد ما قال عن احدث طرق علاج السمنه، وهي حقن البوتكس في المعده. ده هيكون مع ضيفنا اللي مشرفنا النهارده لاول مره في طبيب الحياه، وكمان اول طبيب مصري بيتعامل او باحدث الطرق وهي حقن البوتوكس في المعده، استاذ دكتور حاتم خليل انور، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير كليه الطب قصر العيني، زميل الكليه الملكيه البريطانيه لامراض البطن. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا. منورنا دكتور حاتم. شكرا، ميرسي قوي. في البدايه دكتور، عاوزين نعرف طبعا الجهاز الهضمي عند المصريين مثقل بالاعباء، يعني بالظبط ايه اكثر امراض الجهاز الهضمي شيوعا عند المصريين؟ هو طبعا زي ما انا تفضلت فيه، يعني الجهاز الهضمي والكبد يعني بيعاني مع المصريين، ان يعني في عوامل كتير جدا بتاثر عليه، زي العادات الغذائيه الخاطئه كتير جدا عند المصريين، الاكل والنوم، طبيعه الاكل، الحاجات اللي فيها دهون، الحاجات دي كلها بتاثر جدا جدا، زائد بقى الضغط العصبي وإيقاع الحياة السريع والحاجات ديت، دي كلها بتأثر، زي القولون العصبي والجهاز الهضمي العصبي والحاجات دي كلها. في حاجات شائعة جدا، احنا العادة يعني كومن جدا أو شائعة جدا عند أغلب المصريين هي الأكل والنوم. إن كل المصريين بيشتغل طول النهار، يروح البيت ياكل وينام. وينام. دي بتعمل مشاكل كبيرة جدا في الجهاز الهضمي، أولها حاجة اسمها ارتجاع المريء أو فتق الحجاب الحاجز. حموضة أنا دكتور؟ بالظبط. أغلب المصريين بيبقى أول يعني ده بيبقى شائع جدا الحموضة، في حوالي من 10-20% ممكن ما يشتكوش بالحموضة، ونكتشف الموضوع ده بالكشف وبالمنظار وكده. الارتجاع المريء في مراحله الأولية هو يعني علاجه قد يكون سهل، وحاليا بقى في أدوية حديثة دلوقتي بنستخدمها بتقوي العضلة السفلية في المريء وتحسن الأعراض بشكل كبير جدا. مشكلته أنه هو على المدى البعيد لو ما تعالجش كويس ممكن يعمل تغيرات في الخلايا أسفل المريء، وممكن تعمل لنا مشاكل خطيرة، تغير في الخلايا، أورام، الحاجات ديت دي على المدى البعيد قوي. علشان كده العلاج لازم يبتدي بدري، يبقى فيه متابعة كل شوية بالمنظار أو بكشف لو الحالة لسه. منظار بقى بسيط جدا يا دكتور، بيقلقوا من المنظار، بسيط جدا الموضوع، بسيط بالمتابعة بتكون النتيجة أفضل بكتير. بالضبط، يعني هو في كل حتة في العالم المنظار ده من أسهل وأدق وسائل التشخيص. ده بيتعمل أولا المريض ما بيحسش بأي حاجة، بمنوم أو مهدئ بسيط، في كاميرا كده اهوت بنشوف بعنينا جوه الجهاز الهضمي ايه اللي موجود. عايز بس ايه نفرق، علشان في بس بيحصل ايه خلط كده عند بعض المرضى، في فرق بين مناظير الجهاز الهضمي وبين المناظير الجراحيه. المناظير الجراحيه دي فتحات في البطن اللي بيجري بيها الجراح بعض العمليات زي استئصال الزايده، استئصال المراره، ودي عمليه جراحيه بتخدير كلي، ولكن الفتحات اللي بتكون موجوده فيها في مكان الجراحه بتبقى فتحات. احنا بعيد عن الموضوع ده خالص. منظار الجهاز الهضمي ده بيتم عن طريق الفم او عن طريق الشرج على حسب المكان بتاعه، ومن دقيقتين لعشر دقائق المريض بيمشي بعد نص ساعه، مفيش الم، مفيش اي يعني، طالما كان في مهاره في الطبيب اللي بيجريه نسبه الخطوره تكاد تصل الى 0%. فدي وسيله يعني عملت طفره كبيره جدا في التشخيص وفي العلاج، زي ما هنشوف استخدامات المناظير في علاجات الجهاز الهضمي. تمام. طيب دكتور، يعني على اي اساس بيتم اختيار الوسيله المناسبه لكل حاله؟ على حسب شكوه المريض وعلى حسب التاريخ المرضي. يعني احنا طبعا في القصر العيني اشتغلنا الاف حالات المناظير. انا مش من الاطباء اللي بيبتدي بمنظار الجهاز الهضمي، زائد ان حاليا بقى في حاجه اسمها جايد لاينز او خطوات استرشاديه تقول لي مين المريض اللي نعمل له منظار ومين المريض اللي ما نعملوش منظار.
ما بقاش الموضوع اجتهادات شخصيه وانا شايف وانا رايي والكلام ده، لا ده في معايير عالميه بحيث ان المريض اللي بيتعالج في امريكا او بيتعالج في مصر او بيتعالج في اي مكان ياخد نفس الرعايه الطبيه ونفس خطوات التشخيص. لو المريض سنه صغير اقل من 55 سنه، الشكوى لسه في يعني جديده ما بقالهاش تاريخ مرضي كبير، دي بنبتدي بالوسائل البسيطه في التشخيص زي السونار والكشف والتحاليل العاديه وبنبتدي العلاج. لا ولكن في المقابل في معايير معينه لازم المريض يجري المنظار. لو سنه أكتر من 55 سنة، لو في نقص في الوزن، لو في أنيميا، لو في نزيف أو دم من أي مكان في الجسم، هنا تشخيصي. هنا مش تشخيصي. بس تحليل، لازم يدخل المنظار كجزء تشخيصي. منظار تشخيصي، وميزة المنظار إن هو في أحيان كتير بيبقى علاجي برضه. يعني أنا لو مريض عنده ألم شديد في البطن وفي أنيميا وفي هزال وكده، ودخلت عملت منظار ولقيت قرحة في المعدة، القرحة دي لو بتنزف أو لو فيها أي مشكلة هتعامل معاها برضو ويتحول إلى منظار علاجي في نفس برضو في دقايق وفي نفس الوقت. فالحمد لله حاليا بالنسبة لأمراض الجهاز الهضمي والكبد بقت وسائل التشخيص كويسة جدا، وحاليا العلاجات كمان بقت يعني أي علاج موجود في العالم بقى بيتوفر حاليا في مصر، وأبسطها طبعا علاجات وآخرها علاجات فيروس سي اللي هي زي ما بيتوفر في أمريكا وفي أوروبا في نفس الوقت بيتوفر هنا، وعمل طفرة كبيرة جدا طبعا في علاج فيروس سي. عاوزين نستغل وجود حضرتك أول طبيب مصري يستخدم المنظار في علاج السمنة. يمكن ناس كتير ما يعرفوش الموضوع ده، إيه الاستخدامات بتاعت مناظير الجهاز الهضمي اللي نقدر نعالج بيها السمنة ونوفر على الناس مشاكل وإحباطات كتير، وإزاي بنختار الوسيلة المناسبة؟ تمام، إحنا دلوقتي في علاجات السمنة معروف إن كانت إلى وقت قريب هي الجراحات، تحويل المسار والتكميم وغيرها، وهي ليها المرضى المناسبين ليها. طبعا دي بتكون ليها قدر من الخطورة لأنها عملية جراحية بتخدير كلي وكل الحاجات. حاليا أصبح استخدام الجراحات يقل بشكل نسبي، تمام، لان بقى في وسائل اخرى اكثر امانا وابسط وبتؤدي الى نتيجه قريبه جدا من الجراحه. استخدام منظار الجهاز الهضمي اللي هو بيتم عن طريق الفم في انقاص الوزن ده الحقيقه عمل طفره كبيره جدا في علاج زياده الوزن. ابتدى ببالونه المعده اللي هي برضو بتتركب في المعدة، بنركبها في 5 دقايق، بتتميلي جوه المعدة، بتأخذ حيز من المعدة، بتقلل كمية الأكل، نسبة الأمان فيها عالية جدا جدا. وحاليا بقى في تطور كبير في الموضوع ده، بقى يعني الأعراض اللي كان بيشتكي منها المريض زمان بقت أقل بكتير، بقى في أنواع وزنها أقل وبتقعد فترة أطول، وممكن هنبقى نتكلم بالتفصيل عن الموضوع ده في وقت آخر. الأكثر حداثة بقى ويعني آخر حاجة ظهرت في الموضوع ده هو بنسميه بوتوكس المعدة أو حقن البوتوكس في المعدة عن طريق المنظار. حقن البوتوكس في المعدة ده يعني عامل يعني ناس كتير سمعت عنه كده، يعني حاجة بسيطة، عاوزين بقى نتكلم عنه باستفاضه. يعني ايه بقى حقنه؟ احنا عارفين البوتوكس بيستخدم في التجميل، بالظبط، ايه بقى بيستخدم ازاي في علاج السمنه؟ دي تقنيه مش جديده قوي، هي ابتدت في امريكا من حوالي 5 سنين في جامعه جون هوبكنز في امريكا. دكتور اسمه انتوني كالو ده رئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير هناك، وابتدى احنا استخدام البوتوكس في الجهاز الهضمي ده من 20 سنة في مشاكل المريء وفي حاجات كتير، حركية المريء وصعوبة البلع وكده، ده بيستخدم بقاله سنين. وايه البوتوكس يا دكتور؟ البوتوكس دي مادة، حاجة اسمها بوتيولينم توكسين، دي مادة بتطلع من مادة سمية بتطلع من البكتيريا، وظيفتها ان هي بتعمل ارتخاء او بتقلل تقلصات العضلة اللي بتحقن فيها. بتستخدم بأمان لأن طبعا إحنا كل حاجة، كل الأدوية، البنسلين وغيره وغيره، ده طالع من بكتيريا ومن سموم معينة، ولكن اتعمل عليه دراسات من سنين وبالكمية المعينة في الانديكيشن المعين بيبقى آمن جدا. فزي ما تفضلت البوتوكس من سنين بيستخدم في تجاعيد الوجه، بحيث أن التجاعيد دي عبارة عن انقباضات في العضلات بتاعة الوجه.
فلما بيتحقن بوحدات معينة صغيرة جدا بيعمل ارتخاء في العضلة دي، فالعضلة بتفرد وبتختفي التجاعيد. تمام. نفس الفكرة ابتدت زي ما قلت ابتدت في أمريكا، إن إحنا المعدة هي في حركة دائمة علشان تهضم الأكل وتزق الأكل إن هو يروح على الأمعاء فتفضى فنجوع وناكل تاني. ناكل تاني. لقينا إن إحنا لما البوتوكس ده بيتحقن في أماكن معينة في جدار المعدة بيقلل حركة المعدة. هي عضلة برضه يا دكتور؟ طبعا المعدة عبارة عن عضلة، عشان كده تمام. جدار المعدة ده عبارة عن طبقة مبطنة وطبقة عضلية، هو ده اللي بيتكون منها جدار المعدة. فلما بنحقنها عن طريق المنظار في إجراء لا يعني يتعدى 10 دقائق تحت منوم بسيط أو مهدئ، بتقلل حركة المعدة ديت، فتقلل قدرة المعدة على هضم الأكل والتخلص منه. فبيبقى المريض بدل ما الأكل المعدة بتتخلص منه في العادي بعد 3 لـ4 ساعات ويبتدي يجوع بعد كده، لا الأكل بيقعد فترة أطول، يقعد 7-8 ساعات، فإحساسنا بالجوع بيقل، زائد إن إحنا قدرتنا على الأكل أثناء الأكل برضو الكمية اللي بناكلها بتقل. في مكان برضو في المعدة كده بيطلع حاجة اسمها جرلين هرمون، ده اللي مسؤول عن الجوع. برضو لما بنحقن في المكان ده بيقلل إحساسنا، بيقلل إحساسنا بالجوع. فزي ما قلت هو الموضوع ابتدى في أمريكا، اتنقل حاليا يعني من فترة بقى موجود في بعض البلاد العربية زي لبنان والعراق ودبي. المريض بيشعر بالشبع بعدها على طول؟ يعني بعد ما بنحقن بعدها بأسبوع، من أسبوع لأسبوعين بيبتدي تأثير البوتوكس ده وبيبتدي يشعر بالشبع. تأثيره في على المعدة وتأثيره في الجسم بيستمر لفترة 6 شهور، بعد كده الجسم بيمتصه وبيروح تأثيره. طب بيحسس قد إيه؟ ده سؤال جميل جدا. إحنا لما ابتدينا في الموضوع ده لقينا إن البوتوكس بينزل بشكل معقول علشان تقليل كمية الأكل. إحنا عندنا في عاملين بيتحكموا في الوزن، الحرق، قدرة الجسم على حرق الأكل اللي إحنا بناكله وعلى كمية الأكل. فلما أقرنا الاتنين مع بعض بقينا بندي بعض الأدوية اللي بتزود الحرق مع حقن البوتوكس اللي هيقلل لنا الكمية. بقى المريض ممكن بيخس من 10-15 كيلو في من 6-8 أسابيع. يعني هو الموضوع إن في أكل المعدة محتفظة بيه بس في نفس الوقت في حرق زيادة. بالظبط. لما احنا عملنا الحاجتين دول مع بعض بقى النتائج كانت احسن بكتير، وبقى المريض ممكن يخس لغاية 15 كيلو من 6-8 أسابيع من غير بقى اي اعراض خالص، من غير الترجيع اللي ممكن يحصل او القيء مع بعض الوسائل الاخرى، الحاجات دي وبأمان تام. 15 كيلو بمجرد حقن بوتوكس المعدة دي بنتيجة يعني هايلة جدا وإجراء آمن، يعني ما فيهوش أي يعني في أقل من شهرين. أيوة بالظبط بالظبط. ومع لو المريض يعني نظم شوية نوع الأكل، إحنا برضو عايزين نبقى متفقين إن لازم، هو ما فيش حاجة سحرية إن أنا هعمل كل اللي أنا عايزه وأكل كل اللي أنا عايزه وهاخد الكبسولة دي والحاجات دي، لا يعني الكلام كله بالظبط مش حقيقي. فإحنا مش هنقول دايت فظيع ولا رياضة فظيعة ولا أي حاجة، ولكن في فرق. أنا كده كده أكلي هيقل والجوع هيقل، ولكن في فرق إن شوية الصغيرين اللي هاكلهم لو كانوا كلهم دهون ونشويات وحلويات وكده هخس، بس هخس بمعدل متوسط. لو أقرنت الموضوع ده بتنظيم بسيط لنوع الأكل، إن أنا أبتدي بالبروتينز والخضار، باقي مكان بعد كده هاكل شوية رز أو مكرونة أو عيش، لكن لو شبعت يبقى خلاص، يبقى هنوصل للي احنا يعني ممكن ياكل كل اللي هو عايزه بس بكميات قليلة. بالظبط. يعني هو مفيش منع نهائي ولكن هيبقى بكميات قليلة. وزي ما كنت بقول يعني ايه، ما كانش يعني لما لقينا التقنية ديت وجايبة نتائج كويسة واتعمل عليها دراسات كتير قوي بره مصر، كان لازم يبقى المريض المصري توفر للموضوع ده. زائد حضرتك بقى ميرسي جدا. هو زائد ان ايه، ما ينفعش ان مصر اللي هي اللي كان فيها اول كليه طب في الوطن العربي وكان كل الاطباء في بييجوا يتعلموا هنا، يبقى في تقنيه طبيه بيحتاج المريض المصري انه يسافر دوله مجاوره علشان تتعمل له، ده كان غير مقبول على الاقل في التخصص. وتقنيه امنه طبعا. أي يعني حاجة خالص. يعني انا برضو باكد ان دي
مش اجتهاد شخصي او حاجه احنا مخترعينها، متعرف عليها العالم، متعرف عليها في العالم بقى لها 5 سنين في امريكا، والحمد لله اشتغلناها هنا بنسب نجاح رائعه جدا جدا. اهم حاجه اختيار المريض. طب معنى كده ان في ناس اكيد طبعا الطبيب لازم يكون حد متخصص جرب يحقن، لان حضرتك سمعت انها بتحقن في المكان اللي بيفرز هرمون الجرلين دوت، اللي هو الهرمون اللي مش اي حد بقى، يعني لازم محتاجه ان ممارسه وحاجه. هو دي نقطه مهمه جدا، ان حاليا دلوقتي بقى حتى سواء في البوتوكس او في بالونه المعده او في كل اللي انا بسميها الوسائل المساعده، بقينا يعني ايه دي بتتم بمنظار الجهاز الهضمي، فيعني اقدر ما يكون دكتور ان هو يقوم بيها هو دكتور مناظير الجهاز الهضمي، اللي هو مفروض يكون اجرى الاف المناظير العاديه التشخيصيه او العلاجيه، وبعدها في تمرس وفي مهاره بالظبط. لان بنسمع كتير ان ايه، لا ده انا البالونه تعبتني جدا جدا وشلتها بعد 2 3 أيام علشان كان في ترجيع وكان في مغص، ان مش عارف اي وسيله اخرى، لا ده ما اتحسنتش عليها. هو الموضوع مش موضوع ان احنا بنحقن وخلاص او بنحط بالونه وخلاص وكده. هل حاله المعده ايه؟ كان فيها اي التهابات قبل كده ولا ما كانش فيها؟ تستحمل العلاج ولا لا؟ تستحمل ولا لا؟ يعني كرول وكقاعده ان لازم المريض لو عنده اي التهاب لازم يتعالج الاول كويس وبعدها نتعامل معاه. وحصلت كتير جدا ان بنبقى داخلين علشان نحط بالونة المعدة أو نعمل حقن بوتوكس، وبدخل بالمنظار الأول أفحص المعدة ألاقي فيها التهابات أو قرح، لا ما بنعملش الإجراء، بياخد علاج لمدة من 2 لـ3 أسابيع على حسب المشكلة إيه، وبعد كده يتعمل له الإجراء، فده بيخلي الأعراض أقل ويخلي الأمور بتبقى. تقنية حقن البوتوكس في المعدة لعلاج السمنة هنعملها نقعد في المستشفى قد إيه؟ ونرجع المريض لحياته الطبيعيه امتى؟ الاجراء نفسه بيتم في 10 دقائق، المريض بيقعد بعدها حوالي نص ساعه في المستشفى، بنطمن عليه ان كل الامور تمام، بندي دواء كده بسيط يخلي يقلل الحمض في المعده علشان ما يحصلش اي الم او التهابات او اي حاجه، وبعد نص ساعه بيمشي من المستشفى يمارس حياته، بيبتدي ياكل ويشرب بعدها ما فيش بساعتين، بيمارس حياته بشكل طبيعي جدا جدا. هو زي ما قلنا هو تأثير البوتوكس نفسه في تقليل كمية الأكل والإحساس بالشبع والحاجات دي، ده بيبتدي يحس بيه بعد أسبوع، بيزيد بالتدريج بيوصل للماكسيمم بتاعه بعد 2 أسابيع، وبيقعد في الجسم حوالي 6 شهور. تأثيره على حياة يعني تعامله في الحياة اليومية لا مفيش خالص، هو الموضوع كله في المستشفى من اوله لاخره، لا يتجاوز هيجي 10 نص ساعة ويروح يروح شغله تاني يوم الصبح. بالظبط، يروح شغله تاني يوم الصبح، مفيش فيه اي مشاكل خالص. طيب نقدر يعني، او المريض يقدر ان هو يحقن تاني بوتكس بعد 6 شهور انتهى خلاص الموجود، يقدر يحقن تاني امتى بقى؟ جميل، ده سؤال حلو جدا. احنا اتفقنا ان تأثير البوتوكس بيستمر 6 شهور. لو المريض وصل للوزن اللي هو عايزه في خلال الـ6 شهور ديت، احنا فكرة البوتوكس او البالونة ان هي بتعود المريض على نظام اكل او كمية اكل معينة، واحتياجات الجسم بتتظبط على كمية الاكل ديت. احنا بنسميها العادات الغذائية. هو الاكل ده عادة، لو انا متعود ان انا باكل بالليل فانا هفضل على طول باكل بالليل، متعود ان انا لازم الوجبه يبقى فيها رز خلاص انا اتعودت ان هي فيها رز. لكن لو انا في خلال الـ6 شهور ديت دي باي وسيله إن كانت، سواء كانت البالونه او البوتوكس او غيره، انا بقالي 6 شهور ماشي صح، ان انا ما باكلش بالليل، ان انا كميه اكلي هي دي بس، لو كلت اكتر من كده هتعب عشان الاكل موجود في المعده مش هيروح. جسمي خلاص هوصل لمرحله التعود بالظبط. بعد بقى ما الـ6 شهور يخلص. لو انا خلاص جسمي تعود على الموضوع ده ووصلت للي انا عايزه، يبقى خلاص ما فيش اي مشكله. وثبت سواء بعد البالونه او البوتوكس، لو انا 2 3 أسابيع فضلت على نفس النظام ده، حجم المعده نفسه هيقل ويبقى مش هزيد تاني. لو انا بقى عايز انزل اكتر من كده، او انا حاسس اسلوب حياتي انا طول النهار بره ولازم ارجع بالليل اكل والحاجات دي، لا ممكن يتحقن مره تانية بنفس الاجراء الاولاني ويدينا 6 شهور تاني. بجد يا دكتور طريقه امنه وسهله جدا وبتساهم في انقاص الوزن بشكل كبير. بكده بتكون خلصت فقرتنا اللي اتكلمنا فيها عن امراض الجهاز الهضمي والكبد، واتكلمنا على احدث تقنيه لعلاج السمنه، تقنيه امنه عن طريق مناظير الجهاز الهضمي، هي حقن البوتوكس في المعده. وكان ضيفنا اللي منورنا اول طبيب مصري يجري هذا الاجراء حقن البوتوكس في المعده
لإنقاص الوزن، أستاذ الدكتور حاتم خليل أنور استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير كلية الطب القصر العيني، زميل الكلية الملكية البريطانية لأمراض البطن. نورتنا يا دكتور. شكرا ميرسي جدا. نورتنا يا دكتور. شكرا ميرسي. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، استنونا كل يوم من السبت الخميس الساعة 2 الظهر والإعادة الساعة 1 والساعة 7 صباحا. كمان تقدروا تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك طبيب الحياة. نشوفكم على خير.